اختتمت اليوم أعمال الجلسة العامة الثامنة للجمعيات البرلمانية الآسيوية تحت عنوان تعزيز السلام والمصالحة والحوار في آسيا المقامة في العاصمة الكمبودية. وفي نشرة سابقة أكد سعادة السيد فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع على أهمية القرارات التي صدرت عن الاجتماع ومن ضمنها التعاون بين الدول الأعضاء. وفد البحرين حضر كافة اللجان اللي فيها قرارات طلعت من أهم القرارات التي صدرت هو التعاون بين الدول الأعضاء، التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعدم التدخل، وهذه مادة صريحة، عدم التدخل من أي دولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو الدول المجاورة المنطوية تحت لواء هذا الاتحاد. هذه واحدة من القرارات اللي أصر عليها وفد مملكة البحرين هو عدم التدخل. ثانيا الاعتبار ان صدر قرار ان المنظمات والاعمال الارهابيه لا تمس للدين الاسلامي او اي دين باي صله، انما هي مجموعه افراد او منظمات تبنت العنف وسيله اليه، وهذا لا يمثل اي دين او شريعه سماويه كانت او عالميه. واعتبار الكفاح المسلح ضد الاحتلال عمل مشروع وليس عمل إرهابي. نعم. وناصرت يعني القضية الفلسطينية، ناصرتها بكل ودعمت قضايا التحرر والقضية الفلسطينية من التحرر أمام الشعب الفلسطيني الشقيق،